قررت طهران في نهاية حرب الخليج الأولى زرع ألغام بحرية في الخليج العربي لإغراق سفن وناقلات النفط. لكن ولسوء حظ طهران، أصاب أحد الألغام الفرقاطة الأمريكية USS سامويل روبرتس، حيث أنها ارتطمت بلغم بحري أثناء انتشارها في الخليج العربي كجزء من العملية إرنست ويل التي كانت السفن الحربية الأمريكية ترافق أثناءها حاملات النفط الكويتية لحمايتها من الهجمات الإيرانية. وهذه الحادثة كانت الشرارة التي أشعلت معركة فرس النبي، والتي نتج عنها تدمير نصف القوات البحرية الإيرانية. فإليكم تفاصيل تلك المعركة المدمرة التي كادت أن تقضي على قوة إيران بالكامل. بعد تدمير الفرقاطة الأمريكية في الخليج العربي، استطاع فريق الفرقاطة سحبها بدون خسائر في الأرواح إلى دبي، ثم أخرج غواصو البحرية الأمريكية ألغاما أخرى في المنطقة، عندما وجد أن الأرقام المسلسلة متطابقة مع الألغام التي تم العثور عليها مع إيران. وهنا قرر الرئيس الأمريكي وقتها رونالد ريغان وضع خطط مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين لعملية انتقامية ضد الأهداف الإيرانية في الخليج العربي. وفي فجر يوم 18 من أبريل عام 1988 بدأت القوات الأمريكية هجومها في عملية فرس النبي. أطلقت على العملية اسم براين مانتس، وتعني بالعربية فرس النبي على اسم تلك الحشرة المشهورة. وقد أطلق على المعركة فيما بعد اسم معركة اليوم الواحد، حيث استخدمت أمريكا سفنا حربية وطائرات أقلعت من حاملة طائرات USS إنتربرايزر لإغراق 4 زوارق مسلحة ومنشآت بحرية واستخباراتية إيرانية، وكذلك تدمير الفرقاطتين ساهاد وسابلان الإيرانيتين، حيث كانت الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على قصف الطيران المكثف، والذي لم يسمح للبحرية الإيرانية باستيعاب الضربة وصد الهجوم. وفي اليوم نفسه غادرت الفرقاطة الإيرانية سابلان من مرساها وأطلقت صواريخ أرض جو على عدد من الطائرات الأمريكية، فما كان من المقاتلات الأمريكية إلا أنها أسقطت قنبلة موجهة بالليزر طراز مارك 82 على الفرقاطة سابلان، مما تسبب في تعطيل السفينة ثم تركتها تحترق. فقامت إيران أثناء تخبطها في المعركة بإطلاق صواريخ سيلك وورم من قواعد أرضية على مجموعة التحرك السطحي دلتا في شمال وسط الخليج العربي، لكنها أخطأت هدفها بسبب المناورات المراوغة واستخدام الشراك الخداعية من قبل السفن الأمريكية. وفي أعقاب الهجوم على سابلان صدرت أوامر لقوات البحرية الأمريكية بافتراض وضع التصعيد، معطية لإيران مخرجا ومتجنبة المزيد من القتال. فقبلت إيران العرض وتم وقف القتال على الرغم من بقاء الجانبين في حالة تأهب، حيث وقعت اشتباكات شبه متقطعة طوال الليل وفي اليوم التالي بينما كانت القوات متأهبة داخل الخليج. نتيجة مدمرة لإيران. مع نهاية العملية كانت مشاة البحرية والسفن والطائرات الأمريكية قد دمرت مرافق البحرية والمخابرات الإيرانية على منصتي نفط في الخليج العربي، وأغرقت على الأقل 3 زوارق سريعة وفرقاطتين، ولم تخسر القوات الأمريكية سوى مروحية واثنين من القتلى، وخسرت إيران نصف قواتها البحرية في الخليج العربي. أما عن الخسائر البشرية فلم تصرح إيران بعدد القتلى، وتقول مصادر أمريكية أنها أعداد مهولة من القتلى في صفوف القوات الإيرانية. وقد أنهت هذه المعركة أحلام طهران تماما في سيطرتها على الخليج العربي ومضيق هرمز، وأوقفت كذلك حرب تفجيرات ناقلات النفط التي انتهجتها إيران. وبالرغم من ذلك فإن إيران ما زالت حتى يومنا هذا تهدد في بعض الأحيان بغلق مضيق هرمز وإشعال الحرب في الخليج العربي. وفي النهاية، هل تستطيع أمريكا صد إيران بمعركة أخرى في الوضع الحالي هذه الأيام إذا كررت إيران أفعالها في الخليج العربي؟